شعب اختار السلمية بلا عدول عنها، شعب أخذ بما هو أرشد، وشعب قرر أن يواصل جهاده حتى تحقيق مطالبه العادلة بلا تراجع، شعب لن يغلب على أمره ولن يرجع خائبا بإذن الله. قست الظروف أو لانت، اشتدت الصعاب أو خفت، فالنتيجة في الأخير واحدة، وأن الشعب لا بد أن ينصف، ولا بد أن يصبح رأيه هو المنطلق الأول للسياسة التي تحكمه وترسم مصيره. كفى السياسة من تجاوزها لحقوق الإنسان والمرأة بخصوصها، والتجاسر على قيم الدين والخلق الكريم والمألوف الحميد ما تكرر في حقها من هدر لحريتها، سجل عارا على تاريخ هذا البلد لا ينسى. فلا تزد السياسة هذا العار عارا وتضيف فلا تزد السياسة هذا العار عارا وتضيف ولا تضف إليه في كل يوم من نوع جديد. وقهر امرأة مؤمنة عفيفة في بلد الإسلام بأن تضع جنينها في السجن أو في المستشفى تحت الحراسة العسكرية عار شنيع يجمع بين سوءتين تتباريان قبحا وشناعة. والأمة كل الأمة تعرف أن حربا تشن من خارجها وممن تعاني من مظالمهم ما تعاني، وتقهر على أيديهم، ويعطلون حركتها الحضارية، وينازلون دينها، لا يمكن أن تستهدف أن تحرر لهم بلدا، أن تستهدف تحرير بلد لهم، أو تنقذ منهم شعبا، أو تسترد لهم كرامة وتحقق لهم الحرية. وعندئذ لا يكون هذا الحدث مرحبا به من أمة واعية تعتز بهويتها وتحرص على حريتها وكرامتها. إنها حرب في نفسها لا يمكن أن تلتقي مع مصلحة الأمة، ولا مع كرامتها، ولا مع استقلالها وحريتها. وهي حرب لا يمكن أن ينم الترحيب بها عن وعي، ولا عن شعور بالكرامة والعزة والحرية والحرص على المصلحة. فالرقص لها من البعض طربا، وأن يطير أحدنا فرحة لمجرد أن تصلنا إنذارات حرب على بلد مسلم من قوى أجنبية لا ترحم الأمة ولا تستهدف إلا تحقيق مصالحها والتمكين لوجودها الانتهازي القاهر المدل في أرض الإسلام، وإملاء إرادتها على إرادة الحاكمين فيها، واستغلالها للإنسان والثروة، إنما هو أمر في شدة الغباء وفي شدة غياب الغيرة على الأمة. يرفع قسم مماطة نفسها عقيرته برفضها والتحذير من مغبتها، والجامعة العربية منقسمة حولها. لا نكون دقيقين إسلاميا ولا على غيرة واعية على الأمة، ولا من حماة الدين، ولا من تهمه مصلحة الأمة ويرعاها حق رعايتها، ولا محتاطين لأمننا القومي العام، ولا مخلصين لأهلنا في البلد المستهدف، ولا حريصين على حرية أبنائه وكرامتهم، حين تسرنا حرب أجنبية على بلد من بلداننا. الظلم الذي تمارسه أي سلطة ضد شعبها يستوجب من الأمة أن تقف في وجهه
بما يصلح وضع البلد الذي يعيش المشكلة، لا بتدميره واكتثاث بنيته التحتية، وجعل كل من فيه وما فيه رهن إرادة الأجنبي وتحت تصرفه وإخراجه وتحت تصرفه، لا تؤدي إلى إخراجه من محنته. أو موقف نصرة على الأمة أن تنتصر لهذا البلد المظلوم في هذا البلد بما يخرج البلد من محنته من بحر الفتن، لا ليواصل المحنة بعد المحنة والفتنة بعد الفتنة، كما هو الحال في نتائج ما اصطلح عليه بالربيع العربي حين لعبت به يد الأجنبي في أحداثه وأوجدت مكانا لها فيه. الربيع العربي إذا شارك فيه مشارك أجنبي طامع في الأمة وكان له الدور الكبير الملحوظ، فالنصر له لا للأمة. مصيبة أكبر في فرحة البعض بالحرب المشؤومة أن تنطلق هذه الفرحة العارمة والاستبشار الكبير بها من أمل أن تقضي بآثارها المدمرة هناك على الطموحات العادلة لهذا الشعب أو ذلك الشعب من شعوب الأمة في التخلص من حالة الظلم والاضطهاد الممارسة ضده من السلطة التي تحكمه، مع التماثل الكبير في المعاناة بين شعب البلد الذي تستهدفه الحرب والشعب الآخر الذي يتمنى هؤلاء قهر إرادته وسد كل باب من أبواب الإصلاح الذي ينقله من مأساته أو يخففها. الصحيح ألا نقر ظلما هنا أو هناك ولا لأي شعب من شعوب الأمة، وأن تتجه الجهود كلها صادقة في إصلاح الأوضاع بالطرق السلمية في كل الوطن العربي والإسلامي الكبير، وإعطاء الشعوب حق اعتبارها وحريتها وكرامتها، والاعتراف لها بدورها السياسي الفاعل، لأن نستصرخ حكومات أجنبية لا ترى لنا كرامة ولا لديننا حرمة وترى أن أرضنا مزرعة لها وإنساننا مستخدم لمصالحها لكي تشن الحروب على بلداننا وتثبت أقدامها بصورة أرسخ وأكد وأوسع في أرض هذه الأمة.